بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الثاني هو test of hypothesis in one sample two tail test mean n less than 30. ايه هي ال steps؟ اول حاجة بحط ال null hypothesis اللي هو ال HO، بقول ميو equal حسب الميو اللي في المسألة، الميو دي اللي هي mean of population. ال H1 alternative hypothesis والفرض البديل ميو نوت ايكوال، يعني الحاجه لو ميو ب 10 يبقى ميو نوت ايكوال 10، ميو ب 100 يبقى ميو نوت ايكوال 100، بنفي الكلام اللي انا قلته في الفرض الاصلي. السكند ستيب ليفل اوف سيجنيفيكانس الفا 1% 5% 10%، ولو ما قلتش يبقى 5. الخطوه الثالثه ديفاين ذا تيست، يعني بجيب كالكوليتد تي اللي هي تي سي، سي رمز للكالكوليتد اللي هي تي المحسوبه، اكس بار ماينس ميو اوفر اس اوفر روت ان، الاكس بار اللي هي المين بتاع السامبل، الميو المين بتاع البوبوليشن، الاس الستاندرد ديفيجن، والان اللي هي السامبل سايز. خد بالك ان الاكس بار سميشن اكس اوفر ان، والاس لو مش موجوده يبقى روت سميشن اكس ماينس اكس بار سكوير ديفايدد ان ماينس 1. الخطوة الرابعة make your calculation، يعني هنحسب بقى الحسابات الفورمولا اللي فاتت دي نحسبها في الخطوة الرابعة. ال first step اللي هي الكريتيريا أو المعيار اللي أنا همشي عليه، بنعمل كده رسمة النورمال ديستريبيوشن، بنحط في النص acceptance area negative t و positive t، هي دي حدود المنطقة بتاعة القبول اللي هي acceptance، وعلى الأطراف في rejection area أو منطقتي رفض. عشان كده انا بقول تو تيل، عشان عندي منطقتين رفض على اليمين اقصى اليمين واقصى الشمال، وانا بقول تو تيل كمان عشان لما بقول ميو ايكوال وميو نوت ايكوال، على فكره النوت ايكوال دي تقبل ان تكون اكبر وتقبل ان تكون اقل. الخطوه السادسه والاخيره تيك ديسيشن، يعني عاوز اقول لك ان التي سي لو وقعت في الاكسبتنس اريا يبقى accept H0 reject H1، لو وقعت في rejection area يبقى العكس بقى accept H1 reject H0. نشوف example. عندي المونثلي انكم اوف ستودنتس بيتبع النورمال ديستريبيوشن، وهو بيقول لي المين بتاع البوبوليشن 63، يعني الميو ب 63. انا واحد بيدعي ان المصروف بتاع الطلبة 63، أنا بقول له لأ أنا عاوز أتأكد، فرحت واخد random sample of 5 students، بينت لي إن مصروفهم إيه، واحد بياخد 69، واحد 70، واحد 60، واحد 68، واحد 73. أنا عاوز أعمل check والليفل of significance 5%، عاوز أعمل check أشوف الكلام الادعائي اللي هو المتوسط 63 ده صح ولا غلط. لما اجي احل بقول لك ان الميو 63 والان 5، وال5 اللي هما ايه الخمس ارقام اللي انا مديهم لك 69 70 60 68 73. تعال الاول قبل ما نعمل اي حاجه، تعالوا نجيب الاكس بار والاس. الاكس عندي رحت حاططها بالطول 69 70 60 68 73، وخدت السميشن بتاعهم طلع 340، قسمتهم على الان عددهم 5 طلع 68، ده الاكس بار. هنعمل خانه اسمها اكس ماينس اكس بار، يعني اكس ماينس 68، 69 ماينس 68 1، 70 ماينس 68 2، 60 ماينس 68 نيجاتيف 8، 68 ماينس 68 0، 73 ماينس 68 5. مجموع الخانه دي لو ما طلعش 0 يبقى في حاجه غلط، لان انا عندي خاصية بتقول لي summation x minus x bar must be equal 0. عاوزين نعمل squared اللي الخانة اللي فاتت دي، 1 يبقى square يبقى 1، 2 square يبقى 4، negative 8 square يبقى 64، 0 square يبقى 0، 5 square 25، السميشن بتاع هذه الخانة 94، تعالوا ناخد ال 94 نعملها divided 5 minus 1 يعني divided 4، ونجيب لها الروت فيطلع 4.85. انا كتبت ال HO ميو ايكوال 63، ما هو ده الادعاء H1 ميو نوت ايكوال 63، وقلنا الالفا 5%. القانون اللي هشتغله هنا calculated T TC equal X bar minus ميو over S على root N، بس هنعوض على هذا الكلام في الخطوة الرابعة.
الاكس بار ب 68 احنا جايبينها من الجدول الصغير اللي فات، الميو 63 انا مديها لك جيفن، الاس جايبينها من الجدول اللي فات 4.85 ديفايدد روت ان الان ب 5 فطلع 2.3. الكريتيريا هنرسم منطقة القبول الاكسبتنس اريا، وفي على الاطراف الريجكشن اريا نلاحظ هنا ان نحط على حدود منطقة قبول نيجاتيف 2.776 وبلس 2.776، الرقم ده بيبقى جيفن، دي قيمة تي اللي هي تي تي، قيمة تي الجدولية. طب احنا هنشوف ايه عشان ناخد القرار؟ هنشوف ال 2.3 هل تقع قبل نيجاتيف 2.776؟ يبقى دي كانت تبقى في الريجكشن. هل تقع بعد 2.776؟ كانت هتبقى في الريجكشن اريا، لكن هي وقعت فعلا في المنطقة اللي في النص between negative 2.776 و positive 2.776، يعني وقعت في منطقة القبول، وطالما وقعت في القبول يبقى احنا accept HO و reject H1. لو وقعت في أحد المناطق بتاعة الرفض كنا هنعمل العكس، هنبقى reject HO و accept H1، ولكن هنا في الحالة بتاعتنا وقعت في منطقة القبول اللي هي الاكسبتنس اريا، يعني اكسبت اتش او اللي هو بيقول ايه؟ بيقول ميو ايكوال 63، وريجكت اتش 1 يعني انا رافض الاتش 1 اللي هو بيقول ميو نوت ايكوال 63، يعني انا موافق على الادعاء اللي الشخص ده بيقوله ان المتوسط بتاع المصروف للطلبة 63. ودي مسألة تتحل والحل بتاعها موجود عشان نراجع حلها. شكرا.